خميسكم فلة ومساكم خير من مسا الإمارات. مشاهدينا حلقة جديدة نطل بها عليكم مباشرة على الظفرة، ساعة ونصف إن شاء الله بنكون وياكم بمجموعة من العناوين والمواضيع والمحاور العربية والعالمية. نروح لجولة سريعة لأهم العناوين ونبدأ به. القلق لا يزال يحيط بمرض السكري بعد الارتفاع في أعداد المصابين، والتوقعات الطبية تشير إلى تزايد أعداد الإصابات في السنوات القادمة. وإلى عنوان آخر، سوق العمل يتطور بوتيرة متسارعة ويفرض شروطه، فكيف نبقى أبديت مع مهاراته ومتطلباته الجديدة؟ ومن مسا الإمارات لأم الدنيا والتي تحتفي بأهل الفن في مهرجان القاهرة السينمائي، فقرة خاصة عن جديد المهرجان بالنسخة 45 لهذا العام. أما البيتكوين يحلق بأرقام قياسية وتوقعات بأن تتجاوز الحدود السعرية، فما هي الأسباب؟ وهل هذا الارتفاع في العملة الرقمية سيقابله هبوط؟ الإجابة في مساء الإمارات. بداية حلقتنا مشاهدينا، بعد الارتفاع الملحوظ بأعداد المصابين بمرض السكري والذي يعتبر من الأمراض الأكثر انتشاراً بين الناس حول العالم وفق منظمة الصحة العالمية، خصصت المنظمة يوماً عالمي للتركيز على التوعية بالمرض وطرق الوقاية منه وكيفية التعايش معه. ويحيي العالم في 14 من نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للسكري، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2007. تقرير أجملنا فيه إحصائيات مقلقة عن هذا المرض، نتابعه ونعود للحوار. كشفت الدراسات الجينية الحديثة عن أكثر من 290 موقعاً في الجينيوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكري. بعض هذه المواقع تؤثر على وظائف خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، ومع ارتفاع معدلات التحضر تغيرت الأضماط الغذائية لتشمل نسبا عالية من الدهون والسكريات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات السمنة، وأصبحت مستويات النشاط البدني منخفضة لدى الكثيرين، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعد السمنة وقلة النشاط البدني من الأسباب الرئيسية للانتشار السريع للمرض. وتشير بعض الدراسات الناشئة إلى أن التعرض الطويل للملوثات البيئية مثل المعادن الثقيلة والدخان قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك بسبب تأثيرها الضار على عملية التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة. الجدير بالذكر أن عدد المصابين بالسكري يقدر بحوالي 73 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 135.7 مليون بحلول عام 2045، بزيادة كبيرة بسبب نمط الحياة والعوامل الوراثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة خليفة في أبوظبي أن نحو 64% من البالغين المصابين بالسكري لا يدركون إصابتهم بالمرض. للحديث مشاهدينا عن مرض السكري معنا الدكتورة نوال أحمد إبراهيم، استشارية غدة صماء سكري في مسا الإمارات. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا، شلونكم؟ الحمد لله، شحالك؟ أهلا، شكرا جزيلا.
أهلا دكتورة. يعني عوارض هذا المرض، ولليوم نحتفي باليوم العالمي للسكري 14 من نوفمبر، ما هي الأعراض التي إذا ظهرت علينا فهي إشارة بمرض السكري؟ طبعا هاي سؤال كلش مهمة، لأن أكثر مرضى السكري خصوصا من النوع الثاني ما يكون عندهم أعراض، بس الأعراض إذا يعني إجا بشكل مفاجئ يكون كثرة التبول، كثرة العطش وجفاف الحلق، وأيضا ضباب في الرؤية، ومرات التهابات المهبلية متكررة، وصعوبة أو تأخير التهام الجروح. نعم. طبعا هذا إذا أكثر النوع السكري نوع الثاني ما يكون عندهم أعراض واضحة، بس النوع الأول يمكن يظهر أعراض بسرعة، ولهذا يوم التوعية السكري العالمي جدا مهمة، علشان إحنا ننصح منو لازم يسوي الفحص لما يكون عندك عوامل الخطورة، تاريخ العائلة لما صحيح. يكون في سكري أو سكري الحمل أو مثلا التكيس المبايض، أو كان يعني عندك مرض السمنة، أو في عرق معينة يكون أكثر معرضين للسكري، وننصحهم بمتابعة السكري وفحص السكري بشكل مطلوب والاستشارة. طيب دكتور، يعني مجموعة العوامل اللي تكلمتي عنها أو العوارض هي تقريبا عامة، يعني ممكن أن تكون أمراض أخرى لها نفس العوارض، فهل من عوارض معينة فعلا تشير أن أو لن تشير تشكك بشكل أكبر أن في مشكلة في السكري؟ هذا العوارض تقريبا خاصة بالسكري، يمكن بعض الأمراض الأخرى لديهم مثلا نفس كثرة العوارض. العطش أو التبول، ولكن هذول بشكل خاص مال السكري. والأعراض الأكثر الناس ما يكون عندهم الأعراض. تمام. يوم نقول التبول الليلي بكثرة نتكلم عن تكرار كم مرة عشان يعني المشاهد يفهم؟ أكو بعض الناس عندهم عادات أنه يقومون بالليل، هذا مثلا يمكن عندهم مثانة العصبية. تمام. بس إذا تكرر أكثر من اللازم، أكثر من جسمك الطبيعي، مرتين ثلاثة في الليل، هذا يعني إشارة أنه عندهم مرض، في لو مشكلة. التهاب، لو سكري، لازم يستشيرون الطبيب. طيب دكتورة، هل نحن هنا يوم نتكلم عن مرض السكري نفسه يوم نقول مصطلح السكر التراكمي ولا شيء آخر؟ السكر التراكمي هو عبارة عن الأفرج، معدل. مجموعة معدل السكر لثلاث شهور. تمام. وهذا طبعا إحنا كيف نشخص السكر؟ تراكمي واحد منهم 6.5 بالمية أو أكثر، أو عندنا 2 على الريوق صيام 8 ساعات صيام، تمام، 126 أو أكثر ميلي جرام على ديسيليتر، أو أي وقت لما يكون سكري 200 ميلي جرام على ديسيليتر حتى بدون الأعراض. سكري، معدل السكري الطبيعي الإنسان طبيعي لازم تكون أقل من 100 ميلي جرام ديسيليتر على الريوق 8 ساعات صيام. أوكي. وبعد الأكل بعد التحمل السكري بساعتين لازم يكون 139 أو أقل. تمام. يعني إذن في درجة للصيام وفي درجة بعد الأكل، إذا تجاوزتها فهناك مؤشر للحاجة لاستشارة الدكتور. نعم. طيب ارتفاع معدل السكر في الدم خلال الفحص الدوري إذا تكرر نفس الارتفاع أو زاد، أو يمكن مرات يعطي درجة أو علامة معينة بعدين يعطي درجة أقل، فمتى نعرف أن في خطر أو في مؤشر لموضوع أنه يصبح جدي؟ طبعا عدنا إحنا مرحلة ما قبل السكر أو مقدمات السكر، حسب البحوثات الجديدة حتى مقدمات السكر يمكن يشكل خطورة على الأوعية الدموية وعلى القلب. تمام. لذلك لازم نعالج السكر قبل ما يحصل السكر، من مرحلة قبل السكر أو لما يكون تراكمي طبيعي ولكن الصيام يكون عالية، وهذا دليل على أن هناك الجسم مهيئة لسكري، لذلك لازم نبدأ العلاج، لأن كثير من البحوثات يشير أن الصيام له علاقة مباشرة بالمضاعفات السكري أو حتى مرحلة قبل السكر. لذلك الآن يعني عندنا كثير ضغوطات أنه نعالج المرحلة قبل السكر قبل ما نوصل، لأن مرحلة قبل السكر يمكن ريفيرسبل، يمكن نرجع طبيعي. نعم. ولكن لما يحصل السكر يمكن نرجع إلى ريميشن،
حالة السكون، ولكن شفاء منه يكون صعبة ذاك الوقت. إذا نبغى شوي تعريف بسيط يفهمه الجميع ولكنه علمي، يعني مرض السكري وعلاقته بغدة البنكرياس وهرمون الإنسولين، كيف تتم العملية؟ طبعاً هرمون الإنسولين هواية مهمة لكي السكر في الدم يدخل إلى الخلايا، لأن السكر من المواد المهمة للطاقة. إذا ما عندك إنسولين أو إنسولين ما يشتغل ما رح يحصل هذا العملية. والبنكرياس يمكن يفرز الإنسولين في نوع الثاني طبعاً، يمكن يفرز الإنسولين بس مو بشكل كافي، أو يفرزها ولكن ما يشتغل عند الأنسجة والخلايا الجسم. تمام. لكن في نوع الأول يكون الجسم غير قابلة، البنكرياس غير قابلة على إفراز الإنسولين. تمام. بسبب المناعة الذاتية اللي تحطم كل الخلايا اللي مسؤولة عن إنتاج الإنسولين. تمام. وذاك الوقت مريض يكون ضروري أنه تكون على إنسولين، لأن هذا يبقيه على حياة. طيب. النوع الأول. طيب. فهمناها الحين علميا، الحين خلنا نروح شوي لحياتيا. تنصحين دكتورة يكون موجود في كل بيت جهاز لقياس السكر، وهل موثوقة قراءات هذا الجهاز؟ طبعا هاي سؤال كلش مهمة، لأن من تطورات الحديثة على أجهزة السكري، طبعا قبل بس كنا الوخزة هذا اللي تفحصين الدم، شوية مؤلمة على الأصابع. هسه عندنا أجهزة كلش متطورة مثل الخيط بلاستيك، تحطيها على الإيد الذراع ويبقى لمدة أسبوعين، كل أسبوعين تغيريها، وهذا لحظة بلحظة يعطيك القراءات السكري. هاي ليش مهمة؟ أولاً المريض السكري من النوع الأول مثلاً يريد يسوي رياضة وأخذ الإنسولين، لازم يعرف هذا الرياضة كم يأثر على نسبة مستويات السكر في الدم. يمكن يحصل هبوط، يمكن يحصل الارتفاع في السكر. لذلك كل شخص إلى شخص يختلف، لذلك كلش مهمة أنه هذا الجهاز، هذا التطور أنه يستخدمها. نعم. وأيضا الإنسان الطبيعي حتى إذا ما عنده السكري يشوف النظام الغذائي كيف يستجيب جسمه لنظام غذائي معين، أو الرياضة كيف يستجيب لها. وطبعا دقيقة، كلش دقيقة، لأن في الأول كانت مثلا شوية دقتها مو كلش زينة، بس بعد التطورات تقريبا دقتها يمكن تكون 10 ملي جرام بير ديسيليتر، هيجي فرق مع الدم. نعم. ودائما ننصح المرضى لما يحصل الهبوط دبل، يعني تشيك، إعادة تشيك، تشيك مع الدم. يعني الجهاز هذا مع الجهاز نغزة هذه الدم اللي يطلع. نعم. نقطة الدم بهذا الجهاز. حياة مريض السكري دكتورة كيف تكون؟ طبعا يعني السكري كلش مهمة دعم النفسي. إحنا كثير نحكي في العيادة عن الأدوية، بس مع الأسف ما نحكي على العوامل النفسية. نعم. أنه مريض السكري يقدر يعيش حياة طبيعية حال وحال الناس الأخرى، بس يستخدم هذا المرض كمحفز إيجابي لكي يسوي المرض السكري كحافز أنه يعيش صحي، يسوي تمارين رياضية الهوائية وتقوية العضلات والأكل الصحي متوازن. أنا أنصح كل المرضى السكري أنه اتباع نظام غذائي والتمارين الرياضية وأخذ الأدوية بشكل منتظم. تمام. صحة. It's okay. طيب دكتورة، يعني العلاجات قاعدة تتطور من فترة لأخرى، ومثل ما ذكرتي بعد أن نفس ما أن طرق استشعار هذا المرض بالنغز أو بالخيط، يعني تغيرت الطرق، وبالتالي حتى طرق العلاجات قاعدة تتغير. هل من طرق علاجية جديدة تحمي أو تقي أو تساعد في علاج مرضى السكري؟ طبعاً هواية مهمة، التطورات في علاج السكري كثير موجودة. نعم. قبل العلاج القديم للسكري مع الأسف كانت غير، يعني تقليدية، ما كانت بروعة هذا. تمام. كان أول مريض يمرض يحطون عدة أقراص وبعدين ينتهي المطاف بالإنسولين. هسه العلاج الجديد مع الأسف يأخذ الوقت كي يكون فعال. بس
الأدوية الجديدة ما يهدف فقط لانخفاض مستويات السكر، ولكن لأن مرض السكري بالأساس مرض الأوعية الدموية، تمام، والمضاعفات القلب والسكتة القلبية والدماغية. إحنا نحتاج أدوية لكي يحافظ على القلب والكلى ويحافظ المريض من سكتات الدماغية. نعم. والأدوية الجديدة في 10 سنوات الأخيرة عندنا كثير من أدوية متطورة، مثلاً أبر التنحيف هذا علاج السكري. نعم. بس هسه ناس بدأوا يستخدموها لتنحيف حتى إذا ما عندهم السكر. صحيح. وهذا كلش مهمة، لأن خصوصاً في البداية يمكن المريض خلاص السكري يروح منه، يروح إلى حالة الريميشن، حالة السكون، إذا شخصناها من البداية وفقده، لأن يفقد ممكن بأبر التنحيف 15 إلى 20% من الوزن. من الوزن. تمام. وأيضا أدوية أخرى والأبر الأقراص له تساعد على العلاج، تساعد على الفوائدها. نعم. مو بس السكري، يحافظ على الكلى والقلب من مضاعفات المتراكمة على السكري. على هذا السكري احنا نتمنى أن ما حد يوصل أصلا لهذا الموضوع، إن شاء الله. والوقاية أكيد خير من قنطار علاج. لذلك يوجد يوم عالمي لمرض السكري، ونحن يعني ندعو كل المشاهدين أنهم يديرون بالهم على أكلهم أكثر. والسلامة والصحة للجميع. دكتورة نوال أحمد إبراهيم، استشارية غدة صماء سكري، شكرا لك على هذه المعلومات في مساء الإمارات. شكرا جزيلا. يعطيك العافية دكتور. شكرا. مشاهدينا، شهدت دبي أمس فعاليات افتتاح أول متنزه ترفيهي لنادي كرة القدم في العالم، ويتضمن أكثر من 40 تجربة تفاعلية. هو عالم ريال مدريد في دبي بحضور نجوم كرة القدم وأبطال نادي ريال مدريد إيميليو روبرتو كارلوس، ونحن كان لنا وجود، ورجعنا بهذا التقرير لنتابع. Is when I came here, when I was, you know, engaged with Dubai since day one, you know. And in Dubai, you can dream about achieving anything you want, everything. So that's why I saw the opportunity to add to this amazing entertainment offering that we have at Dubai Parks and Resort and Dubai Holding Entertainment, to add something unique in the region, which is the first big sportainment activity experience in the country in the region. And we thought about doing this with the best team in the world, with the best football team in the world. So we did some research. We didn't want to be with the actual best team in the world, but we wanted to have the history. Very excited about this opportunity to strengthen our relationship and forge long-lasting bonds with this country. Every time we come, we feel the support and love of our fans, and really you always make our stay very, very pleasant, and we feel at home when we come here. So it's, this project is something we are very excited about him, because I think it's, at the same time, it's a great opportunity for Real Madrid fans to feel Real Madrid experience, and not just Real Madrid fans, but football fans in general. كم جميلة أنت يا دبي بفعالياتك وافتتاحياتك هذه اللي تسوينها، وإن شاء الله بيكون يعني لزيارة خاصة لهذا المكان الجميل. إلى موضوع آخر مشاهدينا، البراند أو الماركات. بذخ وتقليد عنوان لمقال في صحيفة الإمارات اليوم، كتبه الدكتور يوسف الشريف على ما يبدو.
أن الكاتب استفزته بعض المشاهد من التباهي بالماركات وغيرها. خلونا نعرف مقاصد الكاتب من عنوان وفحوى مقاله، وهو معنا الآن عبر خدمة الزوم. نرحب بالكاتب الصحفي والدكتور يوسف الشريف من مساء الإمارات. مساك ورد يا دكتور. مساك الله بالخير والنور والسرور، يعطيك الصحة والعافية. يعافي قلبك يا رب، شكرا لك دكتور. يعني كيف حدث هذا الاستفزاز؟ كيف يعني استفزتك مشاهد كثيرة ولدرجة أنك يعني كتبت عنها مقال؟ أبدأها معك بما كتبت في مقالك وتقول: وقفت فتاة أمام متجر فاخر تبكي وتترجى أحد البائعين للحصول على حقيبة يتجاوز سعرها 6000 يورو. وصفت دكتور صحيح هذا المشهد بأن مدهش. ما هو المدهش في هذا المشهد؟ طبعا شوفي، أنا مش ضد الماركات بداية، بالعكس دائما يمكن حتى أنا أحب أقتنيها، ما عندي مانع، أهلي يحبون يقتنونها ما في مشكلة. لكن الغريب في الموضوع أنه يصير الماركات تصير هاجس. نعم. وتتحول من مسألة أنك أنت تأخذها شيء أيضا للدلالة على الثراء، أنك أنت تروح توقف مثل الطوابير. هي. الطوابير هذه اللي قاعدين يعملونها قدام المحلات عشان يحسسك أنه والله أنا عندي زباين وايد. أنا ما أعتبرها هي أن عندك زباين وايد، أنا أعتبرها أن أنت عندك باد سيرفيس، أن أنت ما عندك خدمة جيدة. نعم. عشان تحتوي الناس اللي يدخلون لك للمحل اللي هم حابين أن يقتنون المنتج مالك. المنتج مالك أنت صحيح يعني تقول أن لي لا ميزة، ممكن يكون في شيء معين عندك من جودة معينة وما إلى ذلك، هذا من حقك، ما حد راح يمنعك. وأنت كونت اسم، مثل أنا اليوم مثلا كمحامي أجي أكون اسم، لا أقولهم دائما أنا لما أجي أحط اللوكيشن مالي على البحر عشان أقول لك أنا ترى قاعد أدفع مبلغ وقدره، وبالتالي فأنت لازم بعد تقدر أتعابي حسب ما أنا قاعد أدفع للموظفين اللي عندي، مثل ما يالس أنا على لوكيشن معين. كل هذا من حقي أني أبرزه عشان أنا يعني كتاجر أقدر أستفيد وأفيد. لكن المستفز في المسألة أن الناس بدأوا يقتتلون على هذه الأشياء، هاي نقطة أولى. تمام. النقطة الثانية أنك أنت تجين، والفكرة أساس الأساس المقال، أن المفروض أني أنا لما أكون ثري، لأن الأشياء مش رخيصة، لازم أكون ثري عشان أشتري، مش غني، ثري. تمام. في فرق بين الغني والثري. نعم. الغني اللي هو اللي استغنى عن سؤال الناس، لكن الثري اللي عنده فايض من المال عشان يعني يكون يقدر يستغله. فأنت لما تكون إنسان ثري كيف تقبل على نفسك أنك توقف طوابير كأنك يالس على طابور مال الخدمة الاجتماعية، مش تقليلا من الخدمة الاجتماعية، أو مثلا على طابور الناس اللي بتعطيك أكل مثلا. نعم. واضح الفكرة. ولكن دكتور، ما كلنا على حسب طلبه، يعني من يقف لطلب حاجة معينة، هناك من يقف لطلب حاجة أخرى. بمعنى الحاجة إيه التي تحدد السلوك؟ يعني من يحتاج رغيف خبز ويقف طوابير عنده حاجة، واللي يبى شنطة ب6000 يورو عنده حاجة وعنده رغبة معينة يريد أن يحققها. فليش استفزك هذا الموضوع إذا الشخص مثلا متوفر عنده الفلوس نفس ما قلت ثري، وقادر أنه مثلا يحقق هذا المبتغى؟ وبالنسبة صحيح. للطوابير قد تكون استراتيجية تسويقية ذكية وصلتنا اليوم في مثل الإمارات نتحدث عنها وتستفزك أنت ككاتب ودكتور، فممكن تكون ملعوبة. هي شوفي، هم يعتبرونها أنها ملعوبة لأن يلعبون على جنس معين من البشر. نعم. وربما وهذه فلسفة أتكلم فيها الآن بعيد عن كل شيء، ربما هناك جين يعني يحب الاستعباد. كيف وهو يعني؟ الإنسان لم يعني في الإنسان من داخله في شيء، جين من داخل كل إنسان، عاد شو الطريقة اللي هو يحب إنه حد يجره فيها. واحد يحب إنه والله يكون حد يتحكم فيه، إنسان ثاني يقول لك والله أنا متسلط أحب أتحكم في غيري. تمام. هذه تصنيفها بشرية، فهم أيضا قروا هذا الأمر. لكن أرجع أقول لك ليش أنا لما أجي مثلا اليوم أنا كيوسف الشريف لما أجي أقتني شيء يعني في ثمن، هي هذا مردودة بأني أنا أجي أسوي تجارة.
لما أجي أقول لك والله يا أستاذ إذا أنت تبيني أنا أشتغل لك قضيتك، أنا ترى محامي وكاتب وإعلامي عشان بس الناس يعرفون، ما شاء الله. نعم، أبي أشتغل لك قضيتك، يمكن زميلي يأخذها ب20,000 بس أنا أسوي لك ساعتي شيء، فأقول لك أنا ب100,000. هذيت بالك؟ مش دعاية للساعة، لكن أرجع أقول لك ليش إن كتمثيل لك أقول لك إياها، إن أنا كيف ممكن أقول لك إن أنا أستحق هذا المبلغ؟ لأن وضعي جيد وعندي الإمكانية إني أشتغل لك بهذه المبالغ. ما تبين خلاص شوفي محامي ثاني غيري، يعني ما عندي مشكلة. بالضبط، هذه بالضبط، ما تبين شوفي محامي ثاني، إيه هي عرض وطلب، يعني صحيح. الكل واعي وذكي، ولا نشكك بذكاء أحد، البائع والشاري، هذا يبقى يستفيد، ترى حتى الشاري عنده استفادة. يمكن نفس ما قلت دكتور، بعض الأشخاص يقتنون الأشياء الغالية مثلا لتحقيق شيء معين، إن كان متعة، إن كان نقص، إن كان جملة أنا موجود، أنا أقتني هذه وبالتالي أنا موجود. فبغض النظر شو هي الأهداف، هناك هدف. ما زين، خلينا أقول شو أنت موجود لما أنت تكون موظف زين وتشتري شيء يساوي راتبك مرتين أو ثلاث. نعم. من يصدق أنك أنت ماخذ الأصلي أصلا؟ أي شغلة شخصية، قد تكون شغلة شخصية واجتماعية. ما عليه أستاذة، إحنا خلينا شوية في شغلانة أنا أحبها، صح إن مثلاً أنا أقول لك والله السيدة أو أنا كرجل حتى لو أروح الصالون أشعر بمتعة شخصية، بس نعم. بالآخر ترى في جانب كبير أنا لازم أظهر فيه قدام الناس بزهو. صحيح، ترى هذه إنسانية. يعني إحنا كلنا لازم نتباهى في الآخر. أنا لما أظهر بشكل، ليش أظهر مثلاً الآن أمام الشاشة بغترة وعقال وكاشخ ومش عارف إيش؟ نعم، لأجل القبول الاجتماعي. قبول اجتماعي، نعم. حضرتك تظهرين بشكل، بهيئة معينة، بلبس معين، ليش؟ ليش ما جيت بملابس البيت مثلاً؟ تمام، زي مش تقليلاً من ملابس البيت، لكن تمام. ليش؟ لأن هذا هو القبول الاجتماعي اللي إحنا نتكلم عليه، ولكنه متفاوت ونسبي، صح؟ بس مو بس انه متفاوت ونسبي، لكن انا شو اجي اقول لك؟ انا اليوم حتى لما تجي تكلم بعض الموظفين تقول له يا حبيبي انت ليش تشتري هذه الماركات؟ تمام، يقول لك والله الدخار، فكره الدخار مثلا، امنا بالله، لكن هل انت تدخر مثلا بالذهب افضل ولا تدخر بقطعه جلد؟ نعم، بالنسبة لا يجوز. إن النقطة، أنا مو قاعدة أدافع عن حد، يعني ضد حد دكتور، النقطة هي إن تستفزيني حلو. أنا لا، أنا بعطيك سيناريو، أنا بعطيك سيناريو ثاني وقولي إذا هو مستفز. أنا اللي نقول اللي هو يعني لا مش مستفز. نعم. استفزاز هذا لا أقصد أن قابل للجدل بالضبط، عشان يعني نعم بالضبط. نعم. في نقاط على فرض هذه الفتاة اللي استفزك منظرها وهي تبكي وتطالب بشراء حقيبة لتسي ب6,000 يورو، إذا كان نفس السيناريو، بما أنك كاتب نتخيل مع بعض نفس السيناريو لنفس الفتاة واقفة وهي تضحك وهي مستانسة مثلا، وتبى تدخل واقفة طابور، أي نعم، بكل طيب ورغبة تبى تشتري هذا المنتج ب6,000 يورو، كان رح يستفزك الموقف دكتور؟ استفزني. أنا أقول لك ليش؟ مثلاً جت بنتي، الله يحفظك ويحفظ بناتكم كلهم، آمين يا رب، قالت لي أبوي أنت تقصدني في هذا المقال؟ قلت لها ليش؟ قالت أنا أوقف طابور. قلت لها ليش توقفين طابور؟ يعني شو الحلو إنك توقفين طابور؟ تقول والله مثل الناس وحشرا مع الناس عيد. نعم. ليش أوقف طابور؟ عشان أنا أخلي مثلاً منتج. نعم. يعني شو فرقة ترى الساعة هذه من الساعة العادية اللي أبو 200 درهم؟ هذه متعوب عليها، هذه متعوب عليها، وأنا شفت هذا المنظر دكتور في دول أوروبية لبراندات عالمية، هذا ما شفته في دولة الإمارات صراحة، مع أنه في براندات ولكن ما في شعور بنقص العمال داخل هذا البراند، أو أن الإنسان عليه أن ينتظر عشان يحصل على هذا البرودكت. بالمقابل شفتها في دول أوروبية، يمكن هي مقصودة ملعوبة، والدليل قاعدين نتكلم عنها اليوم، يمكن هي أسلوب استراتيجي للتسويق أو word of mouth عشان نتكلم عنها، ما تدري كل حد وأسلوبه، بس الهيئة إنها ناجحة دكتور. أود أن أطيل الكلام والحديث معك لأن جميل هو الحوار معك، ولكن مضطرة أشكرك. الكاتب الصحفي الدكتور يوسف الشريف، شكرا جزيلا، شكرا لك من مثل الإمارات. الله يحييك، يحفظك ربي، شكرا لك، وسلامنا للبنوتة، شكرا لك. الله يحفظك.
وياك يا رب. شكرا دكتور. مشاهدينا فاصل ونعود لنواصل مساءنا الإماراتي، لا تروحوا بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا لنستكمل فقرات مساء الإمارات ليوم الخميس. حوارنا وموضوعنا عن احتياجات سوق العمل والتي تشهد تغير ملحوظ نتيجة التحول الرقمي وسيطرة بعض أدواته على آلية عمل بعض المهن. لذا وجب على العاملين التعامل مع التغيرات بذكاء وامتلاك مهارات سوق العمل الرائجة. ولكن يبقى السؤال، كيف يمكننا تحديد احتياجات السوق وما هي أساليب مواكبتها؟ خلونا نتعرف على بعض متطلبات سوق العمل في المستقبل في هذا التقرير. آلاف الأشخاص بحاجة إلى إعادة تدريبهم في سوق العمل العالمي بالعقد المقبل، رقم يدفعنا للتفكير حول ما يتطلبه سوق العمل من المتقدمين له، خاصة وأنه يجب أن يكونوا مجهزين بمجموعة متنوعة من الخبرات تماشياً مع التحولات التي يشهدها العصر وفي مقدمتها ثورة الذكاء الاصطناعي الرقمي، إلى جانب التكنولوجيا التي تلعب دوراً حيوياً في تحديث وظائف عديدة بعدما منحت منصات التواصل وأدوات التكنولوجيا الشركات فرصاً للابتكار وتكوين تفوق تنافسي على بعض العناصر البشرية. لذلك أصبحت المهارات الرقمية ضرورية لمعظم الوظائف، والمرونة والتكيف مع التحولات قدرات أساسية لنجاح الفرد في سوق العمل. وحسب نتائج إحدى المنتديات الاقتصادية العالمية، أصبح بإمكان الشباب الذين ينضمون إلى القوى العاملة اليوم أن يتوقعوا الحصول على ما بين 12 إلى 15 وظيفة في المتوسط على مدار حياتهم المهنية. على سبيل المثال، وظيفة جديدة كل 3 إلى 4 سنوات. وسيحصل الأفراد على مستوى العالم على وظائف متعددة طوال حياتهم العملية، وستتأثر وظائف المستقبل بعوامل تعيد تشكيل سوق العمل وتحدد الاتجاهات الجديدة في التوظيف. نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة غنوة حبال، استشاري استراتيجيات أعمال وأخصائي نفسي تنظيمي ومؤلف. مساء الخير من مساء الإمارات. مساء الخير حبيبتي، شكرا. أهلا بك أستاذة. سمعنا في التقرير عن التأقلم والتكيف مع التطورات الرقمية اللي قاعدة تصير في الشركات. نعم. بالنسبة للموظفين، كيف عليهم المواكبة والتأقلم هؤلاء الموظفين؟ سؤال جميل وصراحة تقرير ممتاز. شكرا لك. مبدئيا مثل ما سمعنا بالتقرير كمان، من أهم أهم أسس والبراكتسز اللي الموظفين لازم يمارسوها أو يطوروا حالهم فيها هي أسس وأركان تابعة للمرونة. تمام. وإذا بدي يعني ابني كلامي على مثلث ماسلو، أوكي، بلش فيه بالقاع شيء اسمه الذكاء العاطفي. نعم. اللي هو من أهم الأركان وأساسيات الإنسان اللي معقول يبلش فيها ليطور حاله. نعم. ليش؟ لأنه بلا ذكاء عاطفي نحن ما بنقدر نكون إذا بدك علاقات مع الآخرين. صحيح. علاقات اجتماعية، وهذا الشيء هو سبيل للذكاء الاجتماعي. نعم. وبعدها بنوصل فيها للذكاء المروني. نحن طبعاً نحكي عن المرونة، بس المرونة إلى يعني تعاريف متعددة. صحيح. والفكرة إنه المرونة هي مش بس إنه نحن نكون فلكسبل أو ريزيلينت إناف، مرنين بمشكلة معينة أو نحن عم نعالج معضلة أو مشكل معين. نعم. هي نحن كيف حنتصرف خلال هيدي المشكلة. جميل. فبرجع
لا المثلث طبعا ماسلو ببلش انه الذكاء العاطفي هو من اهم البراكتسز او من اهم الممارسات اللي تقوي المهارات من فوت للذكاء الاجتماعي وهلوم مجال للذكاء طبعا اللي عشان بس المشاهد يفهم اكثر ان هرم ماسلو يعني هو هرم لتلبيه حاجات الانسان طبعا ابتداء من الفسيولوجيه السيكولوجيه الى العلاقات والزواج وصولا الى تقدير الذات وتحقيق الذات فتبدا بالبيسكس عشان توصلين لاعلى الهرم كيف اصل طيب تكلمنا عن اساسيات الهرم كيف اطبق الوصول لتحقيق هذه الحاجات كلها وصولا لتحقيق الذات وبالتالي مواكبه التغيرات شوفي الهرم اوكي هو اذا بدك مجمل يعني كامل متكمل انت لتبلشي تقدري تطبقي هذا الشيء اوكي بدك تنظري لداخلك كشخص انا مين انا شو لازم اعمل شو اهتماماتي شو الفاليو تبعولي بالضبط طبعا تمام وبعدين من هون ببلش شوف انا وين فيني زيد في المجتمع وين فيني اعطي للمجتمع وللاشخاص وللافراد اللي معي حتى على صعيد العمل سو نرجع للسؤال انه الذكاء العاطفي هو أساس من الأساسيات اللي بتخلينا نصل ونحقق هذا التكيف إذن الذكاء هذا هو قد يكون أسلوب ونتيجة طب شو هي الأدوات كيف أحقق يعني الحين إحنا قاعد نتكلم كلام وايد علمي وهرم ماسلو إلى آخره نبغى المشاهد نفهمه ويفهم علينا أكثر طبعاً. يقول لك الحين المشاهد إنزين شو أسوي أستاذة غنوة يعني كيف أحقق هذا الشيء شوفي أنا بنظري العلم هو مفتاح لكثير أمور في الحياة تمام يعني كلنا نوصل لمرحلة بعمرنا نتعلم أركان بالحياة مجتمع جامعات ندخل جامعات قراءات كتب ولكن المشكلة بالعالم إنه بيقول لك إنه أنا وصلت لمرحلة علم معينة خلاص يمكن ما بحاجة أنا أكثر من هيك وهوني أنا بغالط هذا الشيء لأنه الإنسان لما بيقول إنه أنا وصلت لمرحلة علم معينة فهو معناته عم بيقول للعالم إنه أنا خلصت العلم أو المعرفة أو المعلومات طبعاً يعني أنا ما بقى بيستوعب من الآخر أكيد. طبعاً فأنا مش هيك بقول إنه الإنسان كل يوم أوكي يتعلم. هي من أركان الحياة وأساسيات الحياة وبتخلي كمان أخلاق الإنسان تصير different أصلاً أكيد. تختلف أكيد. فإذا بدي أرجع لسؤالك بقولك إنه العلم هو مفتاح للحياة ومفتاح تمام. التطور ومفتاح الفهم ومفتاح النجاح التأقلم طيب يجي بعد البعض يقول لك أن أنا مو مقصر وأتعلم ودائما أتعلم إن كان التعليم الرسمي أو التعلم الغير رسمي عبر الحياة والتجارب والمطبات والعقبات والتحديات كلنا نتعلم يوميا ولكن يقول لك رغم هالشيء هناك تحديات أخرى اللي هي العصر اللي قاعدين نعيشه وهنا يعني أحط بين قوسين الذكاء الاصطناعي شو دوره كتحدي وشو دوره بعد كداعم للتعلم شوف الذكاء الاصطناعي اليوم نحن بعالمنا بنقول it's a buzzword أوكي لأنه يمكن العالم بتقلك إنه أنا عم بستعمل تشات جي بي تي مثلاً بس تشات جي بي تي هو منه بس الذكاء الاصطناعي في طبعاً إذا بدك أركان أخرى دراسات أخرى ولكن يعني البيسكس إذا بدك أبسط الأمور إنه الواحد يعرف كيف يستخدم التشات جي بي تي تمام اوكي كيف مثلا لو واحد بيحط لي برومبت طلب انه انت شو بدك يعني انت اليوم بتحطي طلب وانا جيت حطيت نفس الطلب حيعطينا نفس الشيء بس الانسان بقدرته الذكائيه وبالكرياتيفيتي تبعه يعني هو إبداع. الابداع والابتكار تبعه بيعطي بخلي الذكاء الاصطناعي لما نستخدمه يعطينا نتائج اخرى نتائج يعني يسخر ايوه بيسخر لك الطريق بيجعل لك طريقك اهين هلا اليوم تعي على صعيد الشركات الموظفين دائما عندهم خوف انه نحن اذا استخدمنا هذا الذكاء الاصطناعي التول هل هي حتاخذ مركزنا في كثير دراسات بتقول ايه ومعظمها صراحه بيقول ايه اوكي ولكن هيدي الدراسات موجوده لتثبت انه هيدي الشغله انت اليوم اذا عم تدخل داتا معلومات على السيستم في اليوم روبو يطلع يسوي لك اياها او في اليوم مثلا انظمه ابلكيشنز نستخدمها تطبيقات هي حتساعدك انك انت ما بقى تدخل هذه المعلومات هذا جيد ام سيء لا طبعا جيد ليه لانه انت اليوم انت عم تستخدمي هذه المهاره عندك تمام. اوكي وحتصير عندك روتينيه لما تصير روتينيه انت اليوم ما بقى عم تتعلمي شيء او ما عم يعني
الإنسان لازم يدفش حاله بالنهاية ليتعلم. فهذا إجا كسبيل كأسلوب كسبب ليخليك أنت تستغني عن شيء كتير بتعرفيه أوكي، ويكون عندك مجال تقولي أنه أنا صار عندي وقت فراغ كإنسان خليني أتعلم شيء تاني. يعني اليوم إحنا مثلا بالشركات الخاصة بنقول أنه إذا أنا عندي تقرير ما بقى في داعي أقرأه كلمة في كلمة، بحطه على تشات جي بي تي هو بيعمل التحليل بقى. كيف أنا بقى بطور حالي لأقول الستوري القصة أوكي من شو نتائج هذا التقرير، هون بيلعب دوري أنا كإنسان. فهون الذكاء الاصطناعي ما بقى بياخد يعني دوري. كل كلامك عن الذكاء العقلي المعرفي العاطفي الاجتماعي، ترى في 14 نوع وتعريف للذكاء ومنهم التكيف والتأقلم. كل كلامك أستاذة غنوة يصب في دلو التعلم الجديد لعصر 21 لهذا القرن اللي هو المهارات العليا الميتاكوغنيتيف والتعلم الذاتي. يبقى هناك تحدي الإبداع، تشات جي بي تي ما راح يقدر يبدع أبدا. كيف أنا أنمي مهاراتي الإبداعية؟ بدك تجربي الإنسان السفر أوكي. يساهم إنه أنت to trigger something in your mind، يعني تكبسي كبسة زر. السفر مسبب للcreativity، تشوفي شيء جديد أوكي هو بيعمل activation للابتكار والإبداع. تنزلي على الأسواق تشوفي شيء جديد، نفس الشيء تقري كتاب. الcommunication نحن اليوم قاعدين أوكي هلأ في استوديو هيدا سبب من الأسباب اللي تخليني أنا كشخص كمان أنظر وطور نفسي وكبر حالي وأتعلم شيء جديد ويصير عندي كمان كريوزيتي. فهي الحشرية فضولية فضولية والحشرية نحن سوري أنا بقولها حشرية نفس الشيء أوكي، هي من أهم الأسس اللي بتخلي الإنسان يتطور البحث هي. لأنه دائما يحب أنه هو يتعلم ويعرف أكثر. طيب التخصصات اللي في يومنا هذا اللي لازم علينا خلينا نقول نفكر أن ندرسها أكثر لأنها تساعد في الميدان والحياة العملية، شو هي؟ شوف اليوم الداتا ساينس، داتا ساينتست يعني علم الداتا داتا. نعم علم المعلوماتية بالجامعات اليوم كتير هذا الدومين مطلوب حلو، وتلاقي اليوم نسبة طلاب عالية عم تدرسها لأنه اليوم هاي المعلوماتية وهذا الداتا ساينس هو علم بحد ذاته وصراحة فلوس إيفنشلي بيعطيك بخليك كمان تطور كتير قصص للمجتمع تساعدهم بعدين. فالداتا ساينس is very important. علم السيكولوجيا الإنساني الروبو مش هيحللك مظبوط فذات علم السيكولوجيا مطلوب مقدمة البرامج مهم هذا كدومين دراسي كمان. سو انت ما فيكي بقى اليوم تقولي لا انا ما بدي ادرس هذا الشيء. كل شيء خاصه بالارتفيشال انتليجنس الكودينج الاصطناعي الكودينج تحليل كثير مهم. فكل هذه الدراسات مهمة وهي مش بس مهمة لهلأ لبعدين للمستقبل طبعا. هل التحول الرقمي في الختام خليني أسألك هذا السؤال عنده تحدي لتفاوت الأجيال بمعنى آباء والأمهات هل عليهم مواكبة أبنائهم الجيل زي وألفا اللي عندهم تحول رقمي عالي جدا؟ شوفي يعني إذا بدي بس هيك رجع أتذكر يعني المجتمع اللي حواليه أكيد لازم الإنسان لازم الأهل يساهموا بهذا الشيء ويشجعوا أولادهم على هذه الدراسات ويبلشوا فيهم عن صغر. تمام تمام. يعني أنا اليوم إذا عندي طفل بسجله بمركز أوكي مشان يتعلم شوية داتا ساينس. ماذا عنك كأم عشان أنت بعد تكونين فاهمة شو ابنك قاعد يسوي؟ أنا خالي لست بأم ولكن لا أنا أتكلم خالة. عن أمهات الله يرزقك إن شاء الله، بس أتكلم عن الأمهات لمواكبة جيل أبنائهم عشان ما يكون في جاب يعني لازم بينهم. هي تدرس كمان ولازم تقول إنه أنا لا أقدر بكرة أتواصل مع أولادي بالضبط أوكي لازم أقرأ لازم أتعلم لازم أفهم شو قاعد يقول يعني exactly عشان الترمينولوجيست هتتغير الكلمات والمصطلحات العلمية المصطلحات هتتغير definitely. فلا كتير مهم الأهل يقرأوا لا يقدروا يواكبوا التطور اللي أولادهم وصلوا له في هذا القرن. أنا جدا شاكرة لوجودك معنا غنوة حبال استشاري استراتيجيات الأعمال وخصائي نفسي تنظيمي ومؤلف. يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية. شكرا. Thank you.
مشاهدينا فاصل ونعود لنواصل مسانا الإماراتي، لا تروحوا بعيد. رجعنا مشاهدينا، وقبل أن نستكمل فقراتنا خلوني أبارك للأبيض ألف مبروك لمنتخبنا الإماراتي الأبيض فوزه على قرقستان 3-0، 3 أهداف نظيفة يستحقها، فمبارك لك يا الأبيض ومنصور إن شاء الله في مباراتك ويا قطر. في دورة جديدة مشاهدينا لمهرجان القاهرة السينمائي انطلقت بالأمس تكريمات شهدها حفل الافتتاح وعروض وندوات على مدار هذا اليوم، نتابع هذا التقرير. بحضور عدد كبير من النجوم أقيم أمس حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخلال كلمته وجه وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو التحية والشكر لكل من ترك بصمته في تاريخ هذا المهرجان العريق منذ مؤسسه الكاتب الكبير كمال الملاخ وحتى رئيسه الحالي النجم حسين فهمي. حسين فهمي بدوره قام برثاء نجوم الفن الراحلين في 2024، ومنهم صلاح السعدني وحسن يوسف وشقيقه مصطفى فهمي. الحفل شهد أيضا تكريم رئيس لجنة تحكيمه المخرج والمنتج البوسني دانيس تانوفيتش، وتكريم المخرج يسري نصر الله بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، بجانب تكريم النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز. فيما اختتم الحفل بفيلم الافتتاح الفلسطيني أحلام عابرة للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول. جدير بالذكر أن الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي تشهد مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، وتضم فعالياته 37 عرضا عالميا أول و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. جولة سريعة مشاهدينا في أبرز فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وكواليسه مع ضيفنا عبر الهاتف الناقد الفني مصطفى حمدي. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور، أهلا بك. أهلا بك. طمنا أستاذ مصطفى، هل خرج حفل الافتتاح بالصورة المنتظرة والمتوقعة؟ بالطبع كان حفل افتتاح مميز ويعبر عن قيمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المهرجان السينمائي صاحب الصفة الدولية الوحيد في الشرق الأوسط. نعم. وفي المنطقة العربية، ويعتبر المهرجان الأقدم والأعرق بين كل المهرجانات السينمائية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. نعم. حقيقة كان هناك بعض اللفتات الإنسانية خلال حفل الافتتاح، منها تكريم أسماء الفنانين الراحلين وعلى رأسهم الفنان مصطفى فهمي والفنان حسن يوسف، ويمكن ظهر تأثر الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان عقب عرض صورة شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي. أيضا من الحاجات اللي كانت ملفتة خلال حفل الافتتاح العرض الاستعراض الفلسطيني المستوحى من الأغنية الفولكلورية اللي عبر عن تضامن مصر مع القضية الفلسطينية مثلها مثل كافة الشعوب العربية والدول العربية المتضامنة مع حق الشعب الفلسطيني. نعم. بالإضافة طبعا إلى الفقرتين الأهم في الحفل الافتتاح، هي تكريم المخرج يسري نصر الله، واحد من أهم المخرجين المصريين في السينما الحديثة وخلال 25 سنة الأخيرة، بالإضافة إلى تكريم النجم أحمد عز اللي كانت كلمته الحقيقة فيها حالة من العفوية والإنسانية الشديدة جدا. جميل. وختمها بإهداء الجائزة للفنان الكبير عادل إمام. يعني أستاذ مصطفى، أن يكرم كل راحل عملاق في هذا الفن وقدم الكثير هو أقل يمكن ما يجب أن نقدمه في هكذا مهرجانات، فأكيد مشكورين على هذه اللفتة الإنسانية والمعنوية. ولكن بشكل عام خلني أسألك عن أسماء المكرمين في هذا الحفل، أكانت منصفة؟
الحقيقة من وجهة نظري أرى أنها أسماء منصفة لسببين. شو السبب الأول؟ أن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار مسيرته الطويلة جدا كرم على العديد من أسماء الفنانين الراحلين والفنانين الكبار، وأرى أنه بقى حان الوقت أنه المهرجان يتجه فيه التكريمات بقى لجيل الوسط. نعم. علما أنه جيل الوسط في السينما المصرية ده بقاله 25 سنة بيمثل، يعني أحمد عز تجاوز مسيرته الفنية 25 سنة تقريبا، فلا أظن أنه هو يعتبر صغير. يسري نصر الله واحد من أهم المخرجين في السينما المصرية خلال 25 سنة اللي فاتوا، وراجل بدأ مسيرته الفنية من التسعينات. نعم. الجمهور يمكن معتاد على فكرة أنه التكريم يكون لفنان قد بلغ من العمر أرذلة زي ما بيقولوا يعني. لكن الحقيقة أن ده حصل في مهرجان القاهرة، وأغلب النجوم الكبار اتكرموا. جميل. مهرجان خلال السنين الأخيرة بيتجه إلى تكريم الفنانين اللي ليهم بصمات، كرم كريم عبد العزيز، والسنة دي بيكرم أحمد عز، وأنا شايف أنه الحقيقة أنه التكريم كان منصفاً يعني للمسيرة دي. بما أنك ذكرت اسم المخرج يسري نصر الله، خليني أسألك أستاذ مصطفى، دام أن كرم وكان تكريما منصفا، برأيك لماذا طلب تأجيل ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي؟ الحقيقة أن يسري نصر الله ما أظنش أنه طلب تأجيل الندوة لوقت أبعد. النهاردة في الفعاليات اليوم الأول للمهرجان كان في ندوة الفنان أحمد عز، كانت الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، وكان في ندوات لفنانين آخرين. أعتقد أنه هناك مشكلة في المهرجان السنة دي تتعلق بزخم الفعاليات، وده سببه الأساسي هو كم الأفلام الكبير جدا. إحنا بنتكلم على 196 فيلم ما شاء الله، وده رقم غير مسبوق. وإحنا كنا معتادين أن مهرجان القاهرة السينمائي بيبقى فيه مثلا 140 فيلم، 130 فيلم، لكن الرقم الكبير السنة دي عدد الأفلام، فده برضو بيزود عدد الفعاليات. وأظن أن يسري طلب تأجيل ندوته علشان تقام في وقت ما بيكونش فيه فعاليات كتيرة، يعني ما بيكونش فيه فعاليات تقدر تشغل الجمهور. إذن هي موضوع فقط تنسيق للوقت وأولويات. بالتأكيد أعتقد هي تنسيق وقت وأولويات، لأنه لا إحنا غير. كمان كصحفيين ونقاد مهتمين بالمهرجان. نعم. قلنا من قبل بداية المهرجان أنه المنظمين هيواجهوا أزمة كبيرة في توفيق المواعيد. صحيح. في ظل هذه الأجندة المستحيلة، ونحن الآن نعاني نفس المشكلة، أن ما عندي وقت أتكلم عن 196 يعني فيلم مشارك، ولكن أريد سريعا المرور على أبرز فعاليات هذه الدورة من المهرجان. ما عليك أمر أستاذ مصطفى. أبرز فعاليات الدورة دي أنه في 37 فيلم تعرض عرض عالمي أول، وده رقم كبير جدا جدا. نعم. بالإضافة إلى برنامج كلاسيكيات السينما المصرية اللي أرى أنه نتج عنه ترميم ما يقرب من 10 أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية، وده دور مجتمعي ودور ثقافي للمهرجان، أرى أنه مهم جدا جدا. أيضا النهاردة بيعرض فيلم هير لتوم هانكس في المسابقة الدولية، وده أول عرض ليه في الشرق الأوسط. نعم. رغم أنه هو مش مشارك في المسابقة الرسمية، لكن يعني ده العرض الأول ليه في منطقة الشرق الأوسط. نتكلم أن في أكتر من 119 فيلم يعرضوا لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. جميل. فأظن أنه المهرجان السنة دي على المستوى الفني، نعم، هي أكثر دورة فيها زخم وتنوع في الأفلام. في الختام سريعا، شو تنصحني أحضر؟ أنصحك تحضري، أنا شخصيا بحب أحضر برنامج الأفلام القصيرة. تمام. لأنه من البرامج المميزة جدا جدا، وبيقدم فنانين شباب وواعدين، لأنه أغلب الأفلام القصيرة بيبقى صناعها شباب، مخرجين شباب. المسابقة الدولية أو المسابقة الرسمية للمهرجان فيها مجموعة أفلام مميزة جدا من مختلف دول العالم. نعم. برضو في برنامج مهم جدا هو عروض منتصف الليل، وده من البرامج المهمة في مهرجان القاهرة اللي بتبقى عرض أفلام خارج السياق المعتاد للسينما المهرجانات، بيبقى فيها أفلام رعب وأفلام ذات صبغة تجارية. جميل. فأعتقد أن دي من الحاجات المميزة جدا اللي نحضرها دام أن في فرصة للشباب. هناك دائما إبداع. الناقد الفني مصطفى حمدي، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة من مسلسل الإمارات. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
مشاهدينا، في موضوع آخر، شهدت عملة البيتكوين ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، بحيث أنها تجاوزت حاجز 92 ألف دولار أمريكي، وهذا الموضوع للمرة الأولى هذا العام، مسجلة زيادة بنسبة 7% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، وآثار كثيرة أثارتها هذه الزيادة من تساؤلات حول هذا الارتفاع. ونحن بدورنا أجملنا تقرير نبرز فيه تواريخ صعود وهبوط البيتكوين وتذبذب أسعارها بالفوارق الكبيرة، لنتابع. وعن البيتكوين مشاهدينا نناقشه مع ضيفتنا عبر خدمة الزوم رنا زلك، خبيرة عملات رقمية من مساء الإمارات. مساء الخير استاذة رنا. مساء النور، أنا اسمي نورة زلك. أهلا وسهلا بك استاذة نورة زلك عبر برنامج مساء الإمارات. خبرينا بداية استاذة نورة زلك، بماذا عادة تتأثر العملات الرقمية إن كان صعودا أو هبوطا؟ تمام، بالنسبة للعملات الرقمية بشكل عام وعملة البيتكوين بشكل خاص، نحن فينا نقول أنه هي ثورة بعالم المال الجديد. أي مجال ممكن يكون هو جديد على الأشخاص أو عم يتشكل أو عم ينطرح بالأسواق ممكن يواجه صعوبات وممكن يتأثر بكتير عوامل. أحد العوامل اللي ممكن يتأثر فيها هي أنه هذا المجال يعتمد على شيء اسمه سايكل أو دورة. هي الدورة من وقت نشأة العملة الأم اللي هي البيتكوين بمجال العملات الرقمية مرتبطة باللامركزية اللي هي خلينا نقول إنشاء أو تعدين العملة أو العملة الأم أو كعملات أخرى. طيب هي السايكلز هي بتعتمد على فترات، يعني هي كل 4 سنين. هذا الشيء بيوجه دائما التشارت أو القيمة للعملة بحيث أنه هو يصير عليها تنصيف، وهذا الشيء بيخلي ندرتها أو قيمتها بالأسواق تقل. أوكي؟ تمام. فهذا الشيء ممكن يكون أحد العوامل اللي كان عم يحصل منه التذبذبات. النقطة الثانية كمان مثل ما حكيت بالبداية أنه ممكن يكون في كمجال جديد للأشخاص يعني تذبذب أو عدم إيمان، ولكن نحن عبر السنوات لاحظنا أنه هو مجال لاقى كتير الإعجاب وقدر يجذب كتير كمية كبيرة من المستثمرين. وإذا نحن عم نحكي على هي السايكل اللي نحن متواجدين فيها، منلاحظ أنه طبعا بدأت كبرى الشركات تستثمر بهذا المجال. هي كلها عوامل بتأثر بالصعود وبالهبوط. ماذا عن 92 ألف دولار أمريكي وأول مرة يحقق هذه السنة هذا الارتفاع العالي البيتكوين؟ بحسب رأيك أستاذة نورة شو هو السبب؟ امبارح عملة البيتكوين وصلت أو تخطت حاجز 93 ألف. إذن لماذا 93 ألف دولار أمريكي ولأول مرة في هذه السنة؟ مظبوط، أول مرة بكل السايكل يعني بكل الدورة مسيرة الدورة كل. نعم. أنا برأيي السبب بيعود لأسباب سياسية. نحن بنعرف أنه الانتخابات وفوز رئيس ترامب ممكن يكون هو عامل جدا قوي، لأنه هو من أقوى الداعمين للمجال العملات الرقمية. بلس أنه كمان نحن اليوم بنقدر نقول أنه كبرت الشركات مثل جولدمان ساكس، جي بي مورغان،
بلاك روك بلشت وبتدقت تستثمر بهذا المجال. هون نحن شاهدنا ضخ أموال جدا هائلة بهذا المجال، وبدأنا بتنظيم للاستثمارات بهالمجال من خلال طبعا الـ ETFs يلي تم التوثيق عليهم. نعم. فهي من أحد العوامل. بدي أضيف كمان عامل أنه في كتير دول اليوم مثل السلفادور تبنتها كعملة، أوكي؟ فيعني ابتدأ عملة البيتكوين ينبنى عليه اقتصادات دول. نعم. وبرأيي الشخصي حيكون مجال رائد وقائد بالمستقبل. إذن هذا المتبنى كما ذكرت يعني أستاذة نورة وتم تبنيه، هل سيكون ملاذ آمن للمستثمرين؟ يمكن اعتبار البيتكوين بذلك؟ برأيي الشخصي فينا نقول ممكن، ولكن كتير مهم أنه نشوف أو نقارن على وجه العصور كعملة بيتكوين، خلينا نحكي عنها لأنه هي العملة الأم بالمجال العملات الرقمية أو الكريبتو. قارناها مثلا بأسواق الأسهم، أوكي؟ حتى مع التذبذبات اللي حصلت عبر الزمن من خلينا نقول 2009، ولكن هي تعتبر على مدار السنين بصعود. فإذا جينا قارنا الصعود اللي حققوا أسواق أخرى، نحن منشوف عملة البيتكوين هي محققة أكثر بكثير. نعم. إيرادات ذات للأشخاص. فنحن ممكن اليوم، وبخصوصا بتوجه كبرى الشركات، برجع بعيد، فنحن ممكن نقول أنه إحنا ببداية الطريق للتوجه، لأنه هو يعتبر ملاذ آمن. نعم. تماما. وهناك سؤال عن توقع آخر قد يؤيد أن يكون البيتكوين ملاذ آمن، وهو هل ممكن أن يتجاوز البيتكوين حاجز 100,000 دولار أمريكي خلال الفترة القادمة بحسب رايتش، خاصة لو زادت استثمار الشركات فيها؟ أنا برأيي الشخصي أنه نحن اليوم كمحللين، وإذا منحلل الشارت أو المعطيات اللي موجودة كلها بالسوق، منقدر يعني التوقعات كانت بهاي السايكل بين 80,000 لـ 120,000. فبرأيي الشخصي ممكن جدا نتجاوز حاجز 100,000. وبالتالي هل ممكن كذلك أن لا نتجاوز هذا الحاجز؟ يعني وبالحديث عن التذبذبات، لأن عادة الأسواق المالية دوم تشهد هبوط وصعود، فهل ممكن أن يحدث هذا الشيء مع صاحبة 100,000 دولار وهي البيتكوين؟ وارد جدا ممكن يحصل، ولكن مثل ما يعني برجع بأكد وبعيد انه نحن كمعطيات وكسايكل وبهذا الوقت بالذات هو التوجه اكثر للصعود. يعطيك الف عافيه استاذه نوره زالك على هذه المعلومات، خبيره عملات رقميه في مساء الامارات. شكرا لك. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا بك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الى فاصل اخير في مسانا الاماراتي، ولنا عوده جميلة فلا تروحوا بعيد. عدنا لآخر فقرات مساء الإمارات، وبالمسك ختام. العزف يحتاج لآلة، يحتاج لمهارات خاصة تحرك شغف وحب هذه الأنامل على هذه الآلة، وبالتأكيد دراسة موسيقية تسقل الألحان. ضيفنا جمع بين هذا وذاك، هو عازف على آلة الأكورديون، واللي بيسمعنا ويسمعنا ألحانه ومعزوفاته عليه، بنتعرف عليه أكثر. خلونا نرحب بنزار الشعباني، عازف أكورديون في مساء الإمارات. مساء الخير يا نزار. مساء الخير. مساء الخير أخت هدية. شخبارك؟ الحمد لله. عطينا نبذة سريعة نزار عن هذه الآلة. آلة الأكورديون هي آلة هوائية. تحتاج للهواء عشان نعزف الآلة. طبعاً. مثل ما بتشوفوا هنا في صندوق هواء. أوكي. يفتح بضغط الهواء بيطلع الصوت. مثل ما بتشوفوا هنا في مفاتيح مثل البيانو. نفسها. مثل البيانو، ولكنها تختلف. تختلف في طريقة العزف. تمام. لكن المفاتيح نفسها، طريقة العزف هي اللي تختلف. دوري مي فاصولا سي دو نفسهم. نفسهم. تمام. هم نفسهم، نفس أماكنهم، نفس كل شيء. طبعا الأكورديون في اختلاف في الأكورديون، في أكورديون في نوعين. في نوعين. شو هم؟ في اللي يكون زي ال نفس هذا اللي عندك الحين. نفس اللي موجود. تمام. يعني مفاتيح البيانو نفسها. وثاني. وفي يكونوا أزرار. موجود كثير في أوروبا. تمام. موسيقى كلاسيكية.
يعني حسب نوع الموسيقى المعزوفة يكون أزرار يمين وأزرار شمال. تمام. نفس اللي ما تشوف من هنا في أزرار هو بيكون يمين وشمال أزرار. طيب هل هو في يعني الأصلي أو التراديشنال أو الأول اللي صنع كان هذا ولا هذاك ولا اثنيناتهم في نفس الوقت؟ كان هذاك كان إذن هذا مستحدث يعني في أيوة هذا مستحدث ومتطور يعني معدل. فالأول كان في تقريبا في نصف القرن التاسع عشر يعني في فيينا كان تقريبا سنة 1829 كان مخترع اخترع هذاك وبعدين اتطور عشان نوصل لهي النصف. يا سلام يعني. إذا نتكلم عن تاريخ نحن يعني أي صح. نسمع شوي من هذا التاريخ. يلا نسمع يلا نسمع يلا, يلا. نزار أنا ما قاعدة أشوف بس شيء يعني إيدك وأنامك قاعدة تعزف، أنت ملامحك قاعدة تعزف، ابتسامتك طبعاً. إلى أي مدى مهم أن عازف الأكورديون يكون يشعر ويعني يحس باللي قاعد يسوي؟ أي عازف أي موسيقي يعني أي. أكوردون ولا حتى كمان ولا أي ولا أي آلة ولا أي آلة تحتاج لها النفس والروح، وهذا اللي يختلف من عازف لعازف هو روحه، وخاصة يعني الأكورديون من الهواء يعني من نفس مثل الناي يحتاج للهواء عشان يطلع الصوت. صحيح. فبطريق بالضغط الهواء أنت بتطلع النفس روحك في اللحن أو في الجملة الموسيقية يعني. يعني أنت بهذه خلينا نقول الحركة كان في صورة راقصة يعني إيدك قاعدة تحرك ضغط الهواء وعزفك فأوردي كان في يعني تمثيلية جميلة يعني. هو بالطبع تطلع لحالها تطلع طبيعية. تطلع طبيعية. ليش اخترت هي بالطبع تطلع لحالها بس أنت هل صدفة اخترت العزف على هذه الآلة أم خبرني كيف؟ لا ما كانت صدفة. أول شيء أنا يعني كان غرامي وشغفي كثير في الموسيقى من وأنا صغير. فروحت على الكونسيرفاتوار وتعلمت المعهد الموسيقى تعلمت البيانو بعدين اكتشفت هالآلة وأنا صغير عجبني صوتها كثير تمام عجبني صوتها وحبيتها وقررت أني أتعلمها وأعزفها وكانت في صعوبات كثير ما كانش في لما رحت على المعهد ومعهد العالي وكل ما كانش في أساتذة متوفرين في كل المعاهد للأكورديون لأنه هو آلة من الحاجات اللي من الأشياء اللي خلتني نحب الأكورديون هو آلة مو معروفة معروفة بس ما فيش كثير عازفين في العالم فهمتك الأكورديون يعني تبقى لها خصوصية يعني نادرة لأن نادرة مش هي آلة نادرة وكل تعلمت هناك تعلمت الآلة وتعزف كل خلينا نقول الثقافات الموسيقية صح أي مثل ما كنا الحين نعزف مثلا معزوفة سوي في معزوفة شرقية معزوفة كلاسيكية يعني هو التعلم الأكاديمي بيعلمك هالأشياء كل هذه الأنواع أنت ورايك وأنت تحتاجه بس إذا كنت أكاديمي راح تتعلم كل شيء. طب هل لازم أن يكون هذا العازف والأكاديمي نزار عاشق ويشعر بمشاعر عشان يسقطها على هذه الآلة؟ أكيد يعني مجال الفنون كله بصفة عامة يحتاج لكثير حس وكثير إحساس يعني نعم كثير شغف
جميل. والثقل يكون بالتعلم الأكاديمي. نعم. يعني في كثير عصاميين وكثير متعلمين من دون معهد وعندهم روح في العزف وروح أكيد. في الغناء وكل شيء. فبس الأكاديمي هو اللي رح يسقل الموهبة هي موهبة وأكاديمية، يعني يكون عندنا نزار في مساء الإمارات. طيب بالحديث عن العشق ومشاعر العشق، من هي الفتاة الشلبية؟ مريم. نعزف شيء؟ يا سلام، سلمة أناملك يعني. الله يخليك. الله يحفظك. نزار، قل لي شو أساسيات تعلم هذه الآلة؟ إذا حد مثلا حب حين أنه يتعلم العزف على الأكورديون، ماذا عليه أن يتعلم كمفاتيح أساسية؟ أول شيء مثل ما حكينا قبل، أنه يكون حابب هالآلة. حلو. بعدين في أشياء تنطبق على كل الآلات، اللي هو بنعرف النوتات ونعرف كل شيء عشان نطبقها على الآلة، هي الجملة الموسيقية. ومن ثم يعني نحتاج انه حد يقطرنا عشان نتعلم نعزف هاي اليد اليمنى واليد اليسرى والجمل الموسيقيه والتقنيات. يعني انا لما بعزف لك جمله فيني اعزفها لك بطرق مختلفه، نفس الجمله بطرق نفس الجملة مختلفه، حسب شو؟ حسب التقنيه، حسب الستايل تبع الاغنيه، حسب حتى يعني مو الشرقي مثل الغربي. نعم. الهنك يعني الهنك اللي يتبع الخليجي مو زيه زي الشرقي، زي التونسي الغربي، يعني تختلف حسب الريتم يعني مال كل. بس في قوانين وضوابط أساسية تعم الجميع. يعني. طيب يعني عادة في أهم الحفلات لأهم الفنانين دوم نشوف أوركسترا ومايسترو وفريق كامل، وأهم شيء نشوف عازف للأكورديون ويضفي شيء جميل في الحفلات. صح. تحلم أن تعزف في أو على مسارح كبرى عالمية أو عربية؟ هو أنا عزفت قبل يعني الحمد لله. خبرنا يعني ما قلت لي هالموضوع. مسرح قرطاج يعني. وين؟ مسرح قرطاج في تونس. تمام. وعزفت مع فنانين كبار في من مصر، في من تونس، في وكانت يعني في صار لي يعني هالاكسبيرينس مع اللي يعني خضت هذه التجربه. أيوة أيوة. بس شوي شوي يختلف العزف الانفرادي او الفردي انت طبعاً. بروحك نفس حين في مثل الامارات عن لا. مسارح أيوة. في شو لانه هو آلة الاكورديون زيها بتكون زي مثل القانون الناي. تمام. بيكون سولو لحاله، يعني الفرقة بتكون فيها مثلاً 10 كمانجات آلات أخرى يمكن آلات أخرى إيقاعية وكل، بس يكون في أكورديون واحد، في قانون واحد، في ناي واحد، يعني هي آلة تسمى هي فعلاً فريدة. وبالتالي طيب أنت بعد يعني درست وتدرس البيانو صح والكيبورد الشرقي وعندك طلبة تدرسهم صح. أيوة. بين الأكورديون والبيانو والكيبورد الشرقي شو الاختلافات في التعليم للطلاب؟ في التعليم لأنه كل آلة وعندها تقنيتها.
يعني انت لما تشوفي هاي الصوره تقولي نفس صوره البيانو، نفس صوره الاورج اللي هو الكيبورد. نعم. ف ف ف فتقولي نفس الشيء، لا لكن هو مو نفس الشيء خالص، يعني كل واحد وطريقته في التعليم، كل واحد ومدرسته. ومدرسته بالضبط. محضر شيء ثاني نسمعه؟ نعمل امبرو، يعني نعمل امبرو، ما اعرف يعني امبرو، بس نعمل امبرو. بوريك ال يلا اليد الشمال كيف بتطلع صوت، يعني مش هالشيء. يلا شيء غربي، عشان ان اليد الشمال هي اللي بتسوي الايقاع تبع الاغنيه والمصاحبه. تمام. يعني في الاكورديون في ثلاث اشياء، في صندوق الهواء، اليد الشمال اللي الباسات. نعم. وفي اليد اللحن اليمين اللي نعزفه باليد اليمين. يعني جميل جدا. طموحك مستقبلا واخيرا في ختام هذه الفقره، وين حاب توصل نزار؟ ان شاء الله نكون كعازف وكفنان، تكون اول شيء عندنا رساله نبلغها عن طريق الشغل اللي بنشتغله وحبنا للموسيقى. يعني في صغار نوصل لهم، لانه الموسيقى هي لغة الشعوب. لغة الشعوب. نعم. يعني الموسيقى بيفهمها كل الشعب. صحيح. لما أسوي جملة موسيقية يفهمها كل الشعوب. لغة التواصل والشعوب ولغة الحب. في صغار وفي طلاب ندرسهم. نعم. وفي ناس بتسمعنا كمان. صحيح. في عروض وفي فيديوهات وكل شيء. احنا نتمنى كل العالم يسمعك نزار، لأنها فعلا لغة التواصل، وهي عبور لجسور بين دول وقارات. نزار الشعباني عازف أكورديون، شكرا لك من مصر الإمارات. يعطيك صحة. يعطيك العافية. شكرا لك. مع السلامة. مشاهدينا بالمسك ختام كما ذكرت، نختم مسانا الإماراتي، وإن شاء الله يتجدد باتشر. جمعة مباركة وأحلام وردية.